اليوم العشاء برجر حق اليهال، بس شنو؟ قالوا ماما تقدرين تسوين اللي هو المشروم صوص او المشروم ترافل. ايش بنسوي؟ بكرمل المشروم، حطيت ترافل اويل، طبعا هاي ماركه اسبانيه، انتم ممكن كل مكان تلاقون ترافل اويل، ركن الذواقه، ديندلوكا، ايطالي، كل عندهم. اخي راح نسخنه ونحط عليه المشروم. لما نسوي الباربيكيو بالحديقه لو تذكرون، انا وايد احب افنتك حق لي هالاشياء مثل مطاعم، كارملايز اونيون او كارملايز مشروم، ممكن اخلطهم مع بعض. الكارملايز معكم تحطون شويه زبده او زيت، اوكي، وتحطون عليه شوية سكر اسمر، ملح فلفل اسود، شوي بلسمك، بس هاي الطريقه. يعني ممكن اخلط النوعين، مشروم مع البصل، ممكن لا بس مشروم بوخ. انا ملح فلفل اسود، شوي سكر اسمر، سمر بالتحريك، قلنا شويه خل، البلسمك نوع من انواع الخل، اوريكم اياه بعد. انا اللي قاعده اصور واطبخ فيها خل بلسمك اي ماركه. يلا الحين راح نشتغل، كل واحد نسوي له برجر اللي يبيها، كلهم اغلبهم يبون طريقتها. طبعا البطل بالموضوع هذا عجيب، كنا مال المطاعم، بس احنا راح نعزز النكهه. ايش راح نسوي؟ راح نحط المايو اول شيء، الحين راح نحط شريحه اللحم. طبعا البرجر ممكن تسوونه بالبيت، ممكن تاخذونه من اي ملحمة انتم معتمدينها عندكم، وانا اكثر من مره اعرض لكم الملحمات. بعدين راح نحط المشروم اللي سويناه، كارملايز مشروم، تبونه مع بصل ممكن، احنا ما حطينا بصل، وبروحه لو تذوقونه يعجبكم من كذا ما هو لذيذ، لان في طعم الترافل وبنفس الوقت في السكر والبلسمك، عجيب. بعدين راح نحط الحجي اللي ما استغني عنه عشان يذوب. طبعا احنا هذه نسويها كريسبي بعد عشان تصير مثل مالت المطاعم واحلى بعد. يسألون شو تسوين، شلون الأفكار، العشاء اليهال ملة وما أدري شنو، والله الأفكار ما أدري شلون تطلع. ساعات أنا أسألهم يعطوني ربع الفكرة وأنا أكمل الباجي. ها بس ونسكرها، نحط يبون مكملات ثانية، طماط، خس، هالبينو، بيكلز، اللي يبونه، بس أنا أعتقد أن المشروم هذا اللي يصلح معه بس.